بسم الله الرحمن الرحيم. 慈悲あまねく慈悲深きアッラーの皆においてアリフラーミーム。アリフラームミーム。ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين。それこそは疑いの余地のない経典である。その中には主を恐れる者たちへの導きがある。الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون。 主を恐れる者たちとは、有限界を信じ、礼拝の務めを守り、また我が授けたものを施す者。والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون。 また我があなたムハンマドに啓示したもの、またあなた以前の預言者たちに啓示したものを信じ、また来世を固く信じる者たちである。أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون。 これらのものは主から導かれたものであり、また至上の幸福を成就するものである。إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون。 本当に信仰を拒否する者は、あなたが申告しても、また申告しなくても同じで、頑固に信じようとはしないであろう。ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم。 アッラーは彼らの心も耳をも封じられる。また目には覆いをされ、重い懲罰を課せられよう。ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين。 また人々のうち、私たちはアッラーを信じ、最後の審判の日を信じるというものがある。だが彼らは信者ではない。يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون。 彼らはアッラーを信仰する者たちを欺こうとしている。実際は自分を欺いているのに過ぎないのだが、彼らはそれに気づかない。في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون。 彼らの心には病が宿っている。アッラーはその病を重くする。この偽りのために彼らには手痛い懲罰が下されよう。وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ。 あなた方は地上を大敗させてはならないと言われると、彼らは私たちは強制するだけのものであるという。أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ。 いや、本当に彼らこそ大敗を引き起こすものである。だが彼らはそれに気づかない。وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ。 人々が信仰するように信仰しなさいと言われると、彼らは、私たちは愚か者が信仰するように信じられようか、と言う。いや、本当に彼らこそ愚か者である。だが彼らはそれがわからない。
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ 彼らは信仰する者に会えば、私たちは信仰をすると言う。だが彼らが仲間の悪魔、シャイターンたちだけになると、本当はあなた方と一緒なのだ。私たちはただ信者たちを愚弄していただけだ、と言う。アラーフ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون。だがアッラーはこのような連中を愚弄し、不信心のままに放置し、あてもなくさまよわさせられる。أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين これらのものは導きの代わりに迷いをまかなったもので彼らの取引は利益がなくまた決して正しく導かれないمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 彼らを例えれば火を灯す者のようで、せっかく火があたりを照らしたのに、アッラーは彼らの光を取り上げられ、暗闇の中に取り残されたので、何一つ見ることができない。ローアで盲人なので、彼らは引き返すこともできないであろう。أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين また、例えば暗闇の中で雷鳴と稲妻を伴う豪雨が天から降ってきたようなもので、落雷の怖さから死を恐れて、いたずらに耳に指を差し込む。だがアッラーは不信心者たちを全部取り囲まれる。يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 稲妻はほとんど彼らの視覚を奪わんばかりである。ひらめくたびにその中で歩みを進めるが、暗闇になれば立ち止まる。もしもアッラーがお望みならば、彼らの聴覚も視覚をも必ず取り上げられる。本当にアッラーはすべてのことに全能であられる。يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 人々よ、あなた方、またあなた方以前のものを作られた主に仕えなさい。おそらくあなた方は悪魔に対し、その身を守るであろう。الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 彼はあなた方のために大地を節度とし、また大空を天蓋とされ、天から雨を降らせ、あなた方のために糧として種々の果実を実らせる方である。だからあなた方は真理を知った上は、
唯一なるアッラーの他に同じような神があるなどと唱えてはならない。وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ もしあなた方が我がしもべ、ムハンマドに下した啓示を疑うならば、それに類する一章、スーラでも作ってみなさい。もしあなた方が正しければ、アッラー以外のあなた方の証人を呼んでみなさい。فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ もしあなた方ができないならば、いや、できるはずもないのだが、それならば人間と石を燃料とする地獄の豪華を恐れなさい。それは不信心者のために用意されている。وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 信仰して善行を勤しむ者たちには、彼らのために川が下を流れる楽園についての吉報を伝えなさい。彼らはそこで、糧の果実を与えられるたびに、これは私たちが以前に与えられたものだという。彼らにはそれほど似たものが授けられる。また純潔な配偶者を授けられ、永遠にそのうちに住むのである。إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهموَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ 本当にアッラーは、か、またはさらに小さいものをも比喩に挙げることを厭われない。信仰する者はそれが主から下された真理であることを知る。だが不信心者は、アッラーはこの比喩で一体何をお望みだろうと言う。彼はこのように多くの者を迷うに任せ、また多くの者を正しい道に導かれる。彼は主の掟に背く者の他は誰も迷わさない。الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 確約しておきながらアッラーとの約束を破る者アッラーが結べと命じられたものから離れ、地上で悪を行う者、これらの者は等しく失敗者である。كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون あなた方はどうしてアッラーを拒否できようか彼こそは生命のないあなた方に生命を授けられたお方。それからあなた方を死なせ、さらによみがえらせ、さらにまた彼の身元に帰らせられるお方。هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وهو بكل شيء عليم. 彼こそはあなた方のために地上のすべてのものを作られた方であり、さらに天の創造に向かい、七つの天を完成されたお方。また彼はすべてのことを熟知される。وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. またあなたの主が先に天使たちに向かって、本当に我は地上に代理者を置くであろうと仰せられた時を思い起こせ。彼らは申し上げた。あなたは地上に悪を行い、血を流す者を置かれるのですか。私たちはあなたを称えて称念し、またあなたの神聖を賛美してますのに。彼は仰せられた。本当に我はあなた方が知らないことを知っている。وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 彼はアーダムにすべてのものの名を教え、次にそれらを天使たちに示され、もしあなた方の言葉が真実なら、これらのものの名を我に言ってみなさい、と仰せられた。قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 彼らは答えて申し上げた。あなたの栄光を称えます。あなたが私たちに教えられたものの他には何も知らないのです。本当にあなたは全知にして英明であられます。قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. 彼は仰せられた。アーダムよ、それらの名を彼ら天使に告げよ。そこでアーダムがそれらの名を彼らに告げると、彼は、我は天と地の奥義を知っていると、あなた方に告げたではないか。あなた方が表すことも、隠すことも知っていると仰せられた。وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. また我が天使たちに、あなた方、アーダムにサジダしなさいと言った時を思い起こせ。その時みなサジダしたが、悪魔、イブリースだけは承知せず、これを拒否したので、傲慢で不信の徒となった。وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. 我は言った。アーダムよ。あなたとあなたの妻とは、この園に住み、どこでも望むところで、思う存分食べなさい。だがこの木に近づいてはならない。不義を働くものとなるであろうから。إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. 本当にアッラーは蚊またはさらに小さいものをも比喩に挙げることを厭われない。信仰する者はそれが主から下された真理であることを知る。だが不信心者は、アッラーはこの比喩で一体何をお望みだろうと言う。彼はこのように多くの者を迷うに任せ、また多くの者を正しい道に導かれる。彼は主の掟に背く者の他は誰も迷わさない。الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. 確約しておきながらアッラーとの約束を破る者、アッラーが結べと命じられたものから離れ、地上で悪を行う者、これらの者は等しく失敗者である。كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. あなた方はどうしてアッラーを拒否できようか。彼こそは生命のないあなた方に生命を授けられたお方。それからあなた方を死なせ、さらに蘇らせ、さらにまた彼の身元に帰らせられるお方。هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. 彼こそはあなた方のために地上のすべてのものを作られた方であり、さらに天の創造に向かい、七つの天を完成されたお方。また彼はすべてのことを熟知される。وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. またあなたの主が先に天使たちに向かって、本当に我は地上に代理者を置くであろうと仰せられた時を思い起こせ。彼らは申し上げた。あなたは地上に悪を行い、血を流す者を置かれるのですか。私たちはあなたを称えて称念し、またあなたの神聖を賛美してますのに。彼は仰せられた。本当に我はあなた方が知らないことを知っている。وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 彼はアーダムにすべてのものの名を教え、次にそれらを天使たちに示され、もしあなた方の言葉が真実なら、これらのものの名を我に言ってみなさい、と仰せられた。قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 彼らは答えて申し上げた。あなたの栄光を称えます。あなたが私たちに教えられたものの他には何も知らないのです。本当にあなたは全知にして英明であられます。قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. 彼は仰せられた。アーダムよ、それらの名を彼ら天使に告げよ。そこでアーダムがそれらの名を彼らに告げると、彼は、我は天と地の奥義を知っていると、あなた方に告げたではないか。あなた方が表すことも、隠すことも知っている、と仰せられた。وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. また我が天使たちに、あなた方、アーダムにサジダしなさいと言った時を思い起こせ。その時みんなサジダしたが、悪魔、イブリースだけは承知せず、これを拒否したので、傲慢で不信の徒となった。وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. 我は言った。アーダムよ、あなたとあなたの妻とは、この園に住み、どこでも望むところで思う存分食べなさい。だがこの木に近づいてはならない。不義を働くものとなるであろうから。فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو.وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. ところが悪魔シャイターンは二人をつまずかせ、彼らが置かれていた幸福な場所から離れさせた。我は、あなた方は落ちて行け。あなた方は互いに敵である。地上にはあなた方のために住まいと仮初めの生活の生計があろう、と言った。فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. その後、アーダムは主から御言葉を授かり、主は彼の介護を許された。本当に彼は寛大に許される慈悲深いお方であられる。قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 我は言った。あなた方は皆ここから落ちて行け。やがてあなた方に必ず我の導きが恵まれよう。そして我の導きに従う者は恐れもなく憂いもないであろう。والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. だが信仰を拒否し我の印を嘘呼ばわりする者は豪華な住人であって永遠にその中に住むであろう。يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. イスラエルの子孫たちよ、あなた方に施した我の恩恵を心に銘記し、我との約束を履行しなさい。我はあなた方との約束を果たすであろう。我だけを恐れなさい。
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. あなた方が持っているものの確証として我が下した啓示クルアーンを信じこれを信じない者の先頭になってはならない。また、わずかな代償で我が印を売ってはならない。そして我だけを恐れなさい。嘘を持って真理を覆ったり、また確かに知っていながら真理を隠してはならない。وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. 礼拝、サラートの務めを守り、定めの施し、サガートをなし、律令、ルクーに勤しむ人たちと共に律令しなさい。أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. あなた方は人々に善行を進めながら、自分ではその実行を忘れてしまったのか。あなた方は経典を読受しながら、それでもなお理解しないのか。وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. 忍耐と礼拝によってアッラーのお助けを乞い願いなさい。だがそれは主を恐れる謙虚なものでなければ本当に難しいこと。أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم.والله عليم بالظالمين. 啓人の仲間はやがて主に会うこと、彼の身元に帰り行くことを固く心に明記しているものである。وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. イスラエルの子孫たちよ、我があなた方に与えた恩恵と我が啓示を万民に先んじて下したことを思い起こせ。وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكةإن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. そして誰も他の者のために身代わりになれない日のために、またどんなに取りなしても許されず、償いも受け入れられず、また誰一人助けることのできない日のために、その身を守りなさい。
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. そして我があなた方をフィルアウンの一族から救った時を思い起こせ。彼らはあなた方を重い刑に服させ、あなた方の男児を殺し、女児を生かしておいた。それはあなた方の主からの厳しい試練であった。ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. また我があなた方のために海を分けてあなた方を救いあなた方の見ている前でフィルアウンの一族を溺れさせた時のことを思い起こせ。فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. また我が40夜にわたりムーサと約束を結んだ時のこと。その時あなた方は彼のいない間に孔子を神として拝し、不義を行った。تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. それでもその後我はあなた方を許した。必ずあなた方は感謝するであろう。تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنまた我がムーサに経典と聖者の識別、フルカーンの基準を与えたことを思い起こせ。これもあなた方が正しく導かれるであろうと思ってのこと。يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. その時ムーサはその民に告げて言った。私の民よ、本当にあなた方は孔子を選んで自らを罪に陥れた。だからあなた方の創造の主の身元に覚悟して帰り、あなた方自身を殺しなさい。そうしたら創造の主のお目にもかない、あなた方のためにも良いだろう。こうして彼はあなた方の覚悟を受け入れられた。本当に彼はたびたび許されるお方、慈悲深いお方であられる。
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. あなた方が、ムーサよ、私たちはアッラーをはっきり見るまではあなたを信じないであろうと言った時を思い起こせ。するとあなた方が見ている前で落雷があなた方を襲った。ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون。それから我は戒めとして落雷により彼らに死を与え。感謝させるために復活させた。وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ。وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون。وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ。 またこういった時を思い起こせ。あなた方はこの町に入り、意のままにそこで存分に食べなさい。頭を低くして門を入り、お許しくださいと言え。我はあなた方の過ちを許し、また善行をする者には報償を増すであろう。فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون。 だが彼らの中の不義を行う者は彼らに告げた言葉を勝手に変えてしまった。それで我はそれら不義を行う者の上に天から懲罰を下した。たびたび我が命に背いたためである。وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين。 またムーサがその民のために水を求めて祈った時を思い起こせ。我はあなたの杖で岩を打てと言った。するとそこから十二の泉が湧き入れて、各氏族は自分の水場を知った。アッラーから授かった糧を食べかつ飲みなさい。堕落して地上で悪を行ってはならない。 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا
فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون あなた方がこう言ったのを思い起こせ。ムーサよ、私たちは一式の食物だけでは耐えられないから、地上に産するものを私たちに与えられるよう、あなたの主に祈ってください。それは野菜、キュウリ、穀物、レンズ豆と玉ねぎである。彼は言った。あなた方は良いものの代わりにつまらないものを求めるのか。それならあなた方の望むものが求められるような、どの町にでも降りて行くがよい。こうして彼らは屈辱と貧困に打ちひしがれ、またアッラーの激怒を被った。それは彼らがアッラーの印を拒否して信じないで、不当にも預言者たちを殺害したためである。これも彼らがアッラーの掟に背いて、罪を犯していたためである。إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 本当にクルアンを信じる者ユダヤ教徒、キリスト教徒とサービア教徒で、アッラーと最後の審判の人を信じて、善行に勤しむ者は、彼らの主の身元で報酬を授かるであろう。彼らには恐れもなく、憂いもないであろう。وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ また我があなた方と契約を結び、あなた方の頭上にシナイ山を持ち上げた時を思い起こせ。我があなた方に下したものをしっかり受け取り、そのうちにあるものを明記しなさい。そうすればあなた方は神を恐れるであろう、と告げた。ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين だがあなた方はその後背き去った。もしあなた方にアッラーの恵みと慈悲がなかったならば、あなた方はきっと失敗に打ちひしがれていたであろう。ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين またあなた方は自分たちの中で安息日の掟を破った者について知っている。我は彼らに言い渡した。あなた方は猿になれ、癒しめられ、起訴されよ。فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 我はこうしてあなた方の時代、また五代の者への見せしめとし、また主を恐れる者への訓戒とした。وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ またムーサがその民に告げてこう言った時を思い起こせ。アッラーは一頭の雌牛を犠牲に備えることをあなた方に命じられる。彼らは言った。あなたは私たちを愚弄するのか。彼は祈った。アッラーよ、私をお救いください。愚か者の仲間にならないように。قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول
إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. 彼らは言った。あなたの主にお願いして、それがどんな牛か私たちにはっきりさせてください。彼は言った。彼は仰せられる。その目牛は老いすぎず、また若すぎない。その間の程よい目牛である。さあ、あなた方が命じられたことを実行しなさい。قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. 彼らは言った。あなたの主にお願いして、それが何色であるのか私たちにはっきりさせてください。彼は言った。彼は仰せられる。それは黄金色の目牛で、その色合いは鮮やかで、見る者を喜ばせるものである。قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. 彼らは言った。あなたの主にお願いして、それはどんな牛か私たちにはっきりさせてください。単に目牛では私たちにはどうも同じに思える。もしアッラーがお望みならば、私たちはきっと正しく導いていただけよう。إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. 彼は答えて言った。彼は仰せられる。それは土地の耕作にも、また畑の灌漑にも使われない。完全な無傷の目牛だ。彼らは言った。あなたは今やっと真実を伝えてくれた。彼らは犠牲を捧げるのを引き延ばしていたが、最後にはそれを余儀なくされた。وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. またあなた方が一人の人間を殺し、それが元で互いに争った時のことを思い起こせ。だがアッラーはあなた方が隠していたことを暴かれた。فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. 我はその目牛の肉の一辺で彼を撃て。と言った。こうしてアッラーは死者を蘇らせ、その印をあなた方に示される。必ずあなた方は悟るであろう。ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ところがその後、あなた方の心は岩のように固くなった。いや、それよりも固くなった。本当に岩のうちには、川がその間から湧き出るものがあり、また割れてその中から水がほとばしり出るものもあり、またアッラーを恐れて崩れ落ちるものもある。アッラーはあなた方の行うことをおろそかにされない。